فاطمة الزهراء أبريقي. الأستاذة فاطمة الزهراء أبريقي كاتبة وشاعرة وسجالة وفنانة تشكيلية، فاعلة جمعوية، فاعلة مجتمع مدني في عدة هيئات ومؤسسات، رئيسة منظمة فرسان المبادرة الدولي، سفيرة السلام، أكاديمية السفير الدولي للسلام والثقافة والتنمية، وسفيرة الإنسانية لجمعية تنمية القدرات، حاصلة على عدة جوائز ودروع وشواهد تقديرية. لكن كلمة الأستاذة الفاضلة، تفضلي. بادئاً ببدء أحيي الحضور الكريم، أحبتي وأهلي وأصدقائي، وإدارة دار شباب النور بكافة أطرها، وأقدم عميق شكري لجمعية العناية كل باسمه وصفته على هذا الحفل البهيج والثقة الغالية. فما أرجو أن يصل إهدائي هذا إلى كل الأحبة، إهداء إلى من تهفو الروح إليهما احتياجا، إلى من كان سر وجودي، إلى أبي وأمي اللذين كانا ولا زالا سندي. أبي الرجل الصلب الليل، أبي القاسي حتى أقسو أنا بوجه مغبات الحياة، وإلى كل من حبهم سكن ذاكرة الوجدان والفكر، وإلى من واساني وساندني عند الوقوع بلين وحنان، إلى من ألقاني لبحر الحياة لأتعلم الغوص فيه ارتجالا، فتقويت بقسوته وصنعت عزما لا يقهر وحنانا غلف القلب واستمر، إلى من استحق باكورة قطفي لمشاعري، إلى أستاذي وأماني، إلى من شد على يدي بطفولتي ومدني بجسر الثقة في نفسي وأحلامي، حتى لو ترك يدي قبل الأوان سيبقى مجدي مدينا له، وقلبي يحمل له بالجميل أغلى عرفان وامتنان. أستاذي الراقي بأخلاقه وطيبة روحه الأستاذ الدكتور المايسترو أحمد همراس. كما لن أنسى أستاذي الخانوق النبيل الذي ساعدني لخروج هذا الإبداع إلى النور، الأستاذ محمد غياط. ولن أنسى بفضل أستاذي وتوأم الروح وقدوتي ومرشدي أخي الغالي الذي ولد من رحم الأيام، ووجدته نبراسا لأعود لنفسي ودرب الضاغع، إلى من علمني أن العالم لا زال بخير ولا زال فيه أمان، أستاذي الشاعر الغنائي أحمد التاغي. ولن أنسى فلذات روحي إخوتي وعمران وميناس أحباء عمتهم الغاليين، ولكل من ساندني وبادلني الدعم والتشجيع، أهلا وأصدقاء سواء من قريب أو بعيد، إلى كل مغربي حر وغيور ومخلص للسدة العالية بالله وللوطن الغالي، الله الوطن الملك. وشكرا. شكرا لكم الأستاذة فاطمة الزهراء أبريقي.